ورحمة الله وبركاته. سنطرح لكم موضوع شغل المجتمع السعودي خاصة على منصة تويتر، وطرح في هذا الموضوع الكثير من الآراء ما بين معارض ومؤيد. موضوعنا لليوم سنتحدث عن التطوع ما بين الاستثمار والاستغلال. بداية، ما هو التطوع؟ التطوع هو تقديم المساعدة والعون والجهد من أجل العمل على تحقيق الخير في المجتمع عموماً والأفراد خصوصاً. نبدأ بطرح آراء طالبات الإعلام وعلوم الاتصال في جامعة الطائف الذين يمثلون جزءاً معين من المجتمع للمناقشة حول هذا الموضوع. والآن نسمع الرأي الأول مؤيد، معانا رغد. أهلين أرجوان. بغض النظر عن الطريقة اللي يعبر من خلالها الفرد عن رغبته في تقديم العون للآخرين، إلا أن العمل التطوعي بكل صوره له العديد من الفوائد تعود على الفرد والمجتمع بالنفع، ويجهل البعض هذا الأمر فيعتقدون أنهم يقدمون مساهمات ومساعدات مجانية تقدم للغير دون الحصول على أي شيء بالمقابل. لكن إذا ركزت النظر عزيز القارئ أو المستمع بأهمية التطوع، فرح تجد أمور كثيرة وفوائد كثيرة. من أهم الفوائد اللي هي تحقيق الذات، يتم من خلال تقديم الشخص نفسه للمجتمع عن طريق المشاركة في العمل التطوعي والمبادرات المجتمعية. العمل التطوعي وسيلة تعطي الفرد فرصة للتعرف على شرائح المجتمع المختلفة والانخراط بالمجتمع. ثاني شيء، تعزز الثقة بالنفس، تطوير المهارات القيادية، أن ينمي العمل التطوعي من الفرد شخصية قيادية، وهي من أهم الصفات اللي يحتاجها الفرد للتأثير على الآخرين وكسب قلوبهم. والأهم أنه العمل التطوعي يخلصك من الاكتئاب والمشاعر السلبية. كيف بيكون كذا؟ أول شيء أنه هو من أهم الطرق اللي تساعد على التخلص من الاكتئاب، وهي مشاركة في الأعمال التطوعية، أنه يعرف الشخص من خلالها على أشخاص إيجابيين محفزين، فيأخذ منهم الطاقة الإيجابية لتعزز هذا الإبداع اللي عنده. وفرصة كمان للتخلي عن العادات السلبية، وتعتبر الأعمال التطوعية بكافة أشكالها واحد من أهم العادات الإيجابية التي قد تضيفها الفرد في حياتي اليومية، الإقلاع عن العادات السيئة مثل التدخين وغيرها من الأمور. ووسيلة للإعمار وإسعاد الآخرين، من الأسباب اللي تخلي الشخص سعيد في حياته هي تقديم المساعدة بلا مقابل، والعمل التطوعي وسيلة أصلاً لكسب مرضات الله عز وجل، لذلك يدخل من ضمن الأعمال اللي يتقرب بها الشخص إلى الله من خلال إعمار مجتمع وبناءه وتقديم يد العون والمساعدة. أنا من وجهة نظري أشوف أن العمل التطوعي له أثر كبير على المتطوع أكثر من إيجابياته. عندنا مثلا بعض المشاركين في العمل التطوعي يكون عندهم توقعات عالية فيما يتعلق بتأثيرهم الفعلي على المشروع التطوعي اللي شاركوا فيه، لكن مع مرور الوقت يبدون يحسون بصعوبة تنفيذ هذه التوقعات على أرض الواقع، فيصابون بخيبات أمل وتجعلهم فريسة سهلة للإصابة بالإحباط. أشارت دراسة سابقة، طبعا هي الأولى من نوعها، أجراها باحثون أستراليون ونشرت نتائجها في مجلة علم الأوبئة والمجتمع، وتشير هذه الدراسة إلى أن التطوع مفيد للمجتمع، ولكن قد يكون ليس جيد لصحة الفرد المتطوع. وفي باحثون قاموا باستطلاع آراء 530 شخص حول المشاركة في الأعمال التطوعية وسلامتهم العقلية والجسدية، وأجروا 16 مقابلة معمقة تتعلق بهذا الخصوص. وجد الباحثون أن كل ما زاد عدد أنواع المجموعات التطوعية اللي شارك فيها الأشخاص، كانت صحتهم الجسدية أسوأ. وفي المقابل لم تظهر استطلاعات وجود علاقة بين المشاركة والصحة العقلية، على الرغم من أن الأشخاص في المقابلات ذكروا أن المشاركة تأثيرا سلبي عليهم، يعني الصحة العقلية. ومع ذلك فإن الباحثون شددوا على وجود بعض عدم اليقين بشأن الاستنتاجات اللي توصلوا إليها. وفي الأخير حاب أقول أن لكل شخص يرغب في العمل التطوعي أنه يعرف أنه لهذا العمل جانب إيجابي وآخر سلبي. أنا صراحة مع فكرة التطوع الصحي وبشدة، هو خصلة من خصال النفس البشرية تضعف وترجع قوتها في الأزمات ليزيد التكاتف بين أفراد المجتمع. وبرضو الإسلام حث على العمل الإنساني والتطوعي بشكل كبير وملحوظ. تجربة التطوع ملحوظة في المملكة، كانت بدايتها فترة الحج، وزادت مع جائحة فيروس كورونا في تنظيم صلاة العيد لسلامة المصلين والسياحة الآمنة. أيضا عندنا كثير آراء مؤيدة لفكرة التطوع الصحي وكثير أشخاص داعمين لها،
من الآراء المؤيدة طلاب الطب كونهم يأخذون أفضل وأحسن تجربة وخبرة من التطوع بالحملات والإسعافات الأولية حتى وإن كانت بدون شهادة خبرة. ممكن يكون ذا الشيء اللي مزعج البعض، لكن نتمنى أن يتم تعديله وتكون في شهادات خبرة في فترة تطوعهم تساعدهم بالمجال الوظيفي مستقبلا. برضو الداعمين لفكرة التطوع، عندنا أمراء بعض المناطق قاموا بتكريم وتحفيز للمتطوعين، منهم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، كرم متطوعي الصحة لمزيد من البذل والعطاء. خلونا نفكر إنه الإنسان إذا تطوع في سبيل مصلحة مجتمع كامل يكون جزء فعال فيه وينمو مع ازدهاره وتقدمه. طبعاً كل جهود المتطوعين لا تقدر بثمن، ونتفائل بكل ما حدث من إنجازات ونسعد بالنظام الذي يسعى لتكريم المتطوعين والاحتفاء بهم. للتطوع أثر كبير جداً ولوحظ ذلك في فترة جائحة كورونا بشدة. نأمل إنه يكون التطوع مستقبل كبير في دولتنا بإذن الله، ويتم إرضاء كل الأطراف المعارضة لفكرة التطوع الصحي. وشكراً. أتفق معك روان، أنا أؤيد التطوع بكافة المجالات لأنه يسعى دائم لخلق روح إنسانية تعاونية بين أفراد المجتمع الواحد والمجتمعات المختلفة، ولأن التطوع هو منا ولنا وهو نابع عن خلق العطاء العظيم ويعتبر عملا ساميا وجميلا زي ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. خصوصا إن في السنوات الأخيرة زاد الاهتمام بالتطوع وبالعمل التطوعي، صاروا الناس واعين أكثر بفوائده وأثاره الإيجابية على الشخص المتطوع وأكيد على المجتمع بشكل عام. فعلى المستوى الشخصي يعتبر العمل التطوعي فرصة فريدة من نوعها، تخليك تلتقي بأشخاص مختلفين، تكون شبكة من العلاقات اللي تضمن تطورك في كافة المجالات، وكمان يساهم بشكل كبير في ارتقاء سيرتك المهنية لمستوى جديد مختلف تماما. كون العمل التطوعي مجاني غير مدفوع الأجر ما يعني بالضرورة أن المهارات اللي تكسبها مهارات أساسية مهارات بسيطة، لا بالعكس، في فرص تطوع كثيرة توفر تدريب مكثف يطور مهاراتك في كل المجالات زي تطوير القدرة على التواصل مع الآخرين، تنمية روح الفريق، وأكيد الخبرة اللي راح تكسبها في المجال اللي راح تتطوع فيه. زي ما ذكرت العمل التطوعي مهم على مستوى الفرد والمجتمع، مثل أنه يساهم في تكاتف المجتمع من خلال تقديم المساعدة للآخرين، ينمي الكثير من المهارات الشخصية للفرد في مجال عمله وحياته، ويعتبر استغلال لطاقات الشباب المتوفرة، وأيضا يوفر موارد وخدمات كثيرة لأبناء المجتمع، ويساهم بشكل كبير في أنه يعزز ويقوي العلاقات الاجتماعية بين الناس. يعني أنا شخصيا أشوف ركيزة أساسية في بناء المجتمعات، وزي ما شفنا خلال أزمة كوفيد-19 قامت وزارة الصحة بتدريب المتطوعين لدعم المنظومة الطبية في دولتنا العظيمة، كما أطلقت عدة مبادرات وطنية لرفع جاهزية الشباب السعودي في التعامل مع الأوبئة، وهذا شيء جدا يشرف بلدنا. أهلا، يشرفني جدا وجودي معاكم، أسعدني جدا سماع آراء زميلاتي الآراء المؤيدة ولو أني من الفريق المعارض. أولاً اقتنعت بعدة نقاط ذكرتها أريج، من ضمنها أنه العمل التطوعي يبث روح التعاون وأنه خدمة مجتمعية، وأيضاً أن العمل التطوعي يكسب الشخص بعض العلاقات الاجتماعية. وأيضاً رأي روان أقنعني لما ذكرت أنه العمل التطوعي له ارتباط في أنه بعض من طلاب الطب يكتسبون التدريب من خلال ذلك. لكن سوف أطرح أسباب معارضتي للاستغلال، مو العمل التطوعي، لا الاستغلال، وراح أبين لكم الفرق بين العمل التطوعي وبين الاستغلال تحت المسمى العمل التطوعي. أولا، أنا أرى أن العمل التطوعي في الآونة الأخيرة أخذ معنى مخجل صراحة، يعني العمل التطوعي هو سامي بكافة وجوهه، لكن كان في عوامل معينة جعلت الأمر مخجل. طيب، أنا أرى أن العمل التطوعي يكون عمل تطوعي إذا كان تحت إدارة منشأة أو منظمة أو مؤسسة حتى غير ربحية، مثل المؤسسات أو الجمعية الخيرية
أو الاجتماعية أيضا. هذه أمثلة على إنه الشخص ممكن يروح يتطوع لهم ويكون عارف وميقن أيضا بمعطيات العمل التطوعي اللي راح ينجزه. هذا أولا. ثانيا، لما أنا مثلا أروح أتطوع لمنشأة ربحية تهدر المئات الألوف سنويا أو أكثر أيضا، وأروح أتطوع فيها زي الموظف مثلا 7 ساعات 6 ساعات أكثر أيضا، من دون حوافز، من دون شهادة خبرة، تحت ضغط أكثر من الموظف نفسه، وأنا كمتطوع فقط، هذا مو منطقي. نشوف نحن في هذا الضرب المثال، هذا نرى بين السطور استغلال، حرفيا نرى الاستغلال بأم عيني. كيف أنت كمؤسسة أو منشأة ربحية تطلبين متطوعين، وكيف أنا ممكن راح أستمر في عمل التطوع وأنا يعني آمل جدا؟ وعلى فكرة العمل التطوعي زاد في نسبة البطالة وبشكل كبير جدا، ويجب من وجهة نظري يجب مراقبة جميع المؤسسات والمنظمات والمنشآت الربحية، ما قلت الغير ربحية، قلت الربحية، التي تستغل العمل التطوعي تحت لباس الاستغلال، حرفيا تستغل العمل التطوعي وتجرد العمل التطوعي من جميع معانيه السامية. أهلا أرجوان، أنا من المؤيدين لفكرة الأعمال التطوعية، وتعتبر من السمات الإيجابية للمجتمع، فهي تساهم في خلق الروح التعاونية بين أفراد المجتمع، وتطلب في الوقت ذاته من ممارسين ثقافة واعية حول مفاهيمها لحماية حقوقهم من الاستغلال. وعندنا كثير من أشكال التطوع والأنشطة التطوعية التي تساهم في تحقيق الفوائد للمجتمع، ومن أهم الأشكال عندنا التطوع الافتراضي، أو نقدر نقول عنه التطوع الإلكتروني، وهو تطوع يكون عن بعد وعن طريق شبكة الانترنت. وبعد عندنا التطوع الشامل، هو التطوع يكون على مدار الساعة، يعني يكون خلال 7 أيام في الأسبوع. والتطوع قصير الأجل هو عمل المتطوعين في أوقات قصيرة ومحددة مسبقا. وبعد عندنا تطوع في المنشآت الربحية، يكون في الشركات والمؤسسات من أجل الحصول على خبرة أو مهارة. وأخيرا عندنا تطوع في الدوائر الحكومية، حيث تستعين المؤسسات الحكومية بالمتطوعين بشكل كبير. أهلا وسهلا، أنا في بداية حديثي بوضح نقطة، أنه الطرف الآخر يعتقد لما إحنا نتكلم أننا معارض لهذه الفكرة أننا نعارض التطوع، ويذكرون إيجابيات التطوع وإيش الفائدة اللي تنتج عن التطوع. إحنا ما نرفض التطوع كتصرف، هو تصرف حسن وتصرف كل ما كان موجود في المجتمع، كل ما كان المجتمع يرتقي وينمو أكثر ويزيد من تلاحمه. إحنا نرفض الاستغلال للتطوع، استغلال هذا المسمى والصفة الحسنة يتم استغلالها حتى تنسلخ من طبعها الجيد، يصير الناس عندها نفور من الأشياء الإيجابية. يعني هذا اللي صاير، ونشوفه الآن قبل فترة صاير تريند في تويتر، الكل يرفض التطوع، وصار فيه حتى انسحاب من التطوع، وانتم بنفسكم ذكرتوا من صار فيه ارتفعت نسبة التطوع في فترة كورونا. نلاحظ الآن بعد كورونا صار فيه تراجع كبير، لأن الناس صاروا يحسون أنه يتم استغلالهم تحت هذا المسمى، وهو الشيء اللي إحنا نعارضه ونرفضه، أن يتم استغلال الشباب باسم التطوع. وإذا كان متحدث موارد البشرية، المتحدث الرسمي باسم موارد البشرية في السعودية بنفسه صرح، الأستاذ سعد الحماد، قال إن الأعمال التطوعية ستقتصر فقط على الجهات الغير ربحية. أي عمل لجهة ربحية، سواء كانت شركة مثلا بتسوي عندها فعالية، هذه الفعالية فيها كسب وربح وأموال، ما هي خيرية، ما هي تابعة لشيء مشروع خيري. إذا كان كل الأعضاء من هذه الجمعية يربحون، المتطوع من حقه أن يأخذ ربح من هذا التطوع، وهو الشيء اللي إحنا جالسين نرفضه. ومع الأسف أن التطوع كبر من الجهات الربحية والغير ربحية، صح، حتى في نطاقات الوظائف الحكومية. نلاحظ أن الآن مثلا في نطاق التعليم، بدل ما نجيب معلم ونزيد في النطاق التعليمي أو الكادر التعليمي، صار مثلا المعلم تبي تزيد ترقية، تبغى تزيد نقاطك، تبي تكون أفضل، خلاص هذا المعلم يأخذ مادة ثانية، فيعطونه مهمة يقدرون يكلفون فيها مواطن آخر، بدل ما يكون هذا المواطن اللي يأخذ مهمتين يكتفي بمهمته اللي هو أساسا يتقاضى عليها أجر، يكتفي فيها ويعطي هذا المهمة الثانية اللي أسندت له عشان النقاط لشخص آخر عشان يكسب، وبعد نحد من العطالة اللي جالسين نعاني منها. مو ضد التطوع بالأعمال الخيرية، ولكن
أنا ضد التطوع الاستغلالي اللي تسويه الجهات الربحية لأسباب مادية يوفر عليهم مثلا راتب موظف. التطوع من وجهة نظري عمل شخصي وليس عمل لصالح مؤسسة قادر على التوظيف تحت اسم تطوع. ومن وجهة نظري أيضا أن المتطوع ألغى شاغل وظيفي ممكن أنه يكون له، وللأسف ما في جهة تقدر عمل المتطوع، الجميع ملتزمين بالصمت، لكن لعل نسمع أخبار تفرح وقوانين صارمة للجهات اللي ماسك التطوع. طبعا أتفق مع كلام وعد وبشدة. قبل فترة رفع هاشتاغ في تويتر اللي هو لا للتطوع الاستغلالي، كان يهدف لتوعية الطلاب المتخرجين من استغلال المنشآت الصحية للطلاب تحت مسمى الخبرة. طبعا كانت تنص المادة 15 في نظام العمل التطوعي لعام 1441 هجري: لا يجوز لمنشآت القطاع الخاص الاستفادة من جهود المتطوعين في حال وجود عائد ربحي مباشر أو غير مباشر لتلك المنشآت. وأيضا تنص المادة 10: المتطوع له الحق في الحصول على شهادة تطوع وخبرة تصدر باسم الجهة المستفيدة، وتضمن نوع العمل التطوعي الذي أنجزه ومدته وعدد ساعات العمل التطوعية ووصف الخبرة التي اكتسبها منه. طبعا يتم استغلال الطلاب بحيث يجعلهم يعملون من 7-8 ساعات. طبعا بالنسبة لي هذا مو عدد ساعات متطوع، بالعكس عدد ساعات موظف طبيعي. صرحت هيئة التخصصات الصحية في عام 2018 أن شهادة التطوع ليست خبرة. طبعا بعد هذا التصريح انصدم الطلاب لأن جهودهم باءت هباء منثورة. بعد ما سمعنا كل الآراء المطروحة نشكر ضيوفنا الكرام، نشكركم على حسن استماعكم، نتمنى أن الموضوع أحاز على أعجابكم وغيرنا أو أثرنا ولو شوي على آرائكم. شكرا لكم، نتمنى لكم يوم سعيد.